أنا راح أكتب أحمد، راح أقول تم. لما نروح عند السهم الملتف هذا راح أشوف أن أحمد فاز بخمسة وثلاثين نقطة وهو الأول، راح أضغط إكس وراح أقول بلاي كويز ونشوف متسابق ثاني مثلا يلعب. ما اسم هذا الحيوان مثلا؟ أخطأ. السؤال الأول، للحين نقاط على الزاوية السفلى اليمين تشوفون صفر النقاط، فراح أقول مثلا إجابة خاطئة في هذا السؤال. للحين نقاطه صفر مثلا، إجابة هذا جاوب هذا الإجابة الصحيحة أخذ 10 نقاط، جاوب هذه الإجابة أخذ 20 نقطة مثل ما تشوفون. أكتب مثلا منى، راح بلاي كويز بعد عشان أوريكم شلون الإجابة الأولى خاطئة، الإجابة الثانية خاطئة أيضا، الإجابة الثالثة أيضا خاطئة. راح أخليه يفوز بآخر سؤال، راح أكتب مثلا ليلى مثلا، وراح أقول بلاي كويز حق آخر متسابق مثلا، أخليه يفوز بسؤال واحد. راح أقول مثلا وراح أكتب اسمه سالم مثلا، وراح أروح الحين حق السهم الملتف وأشوف أسماء. طبعا تشوفون كل متسابق وبالترتيب من اللي فاز، أحمد فاز بخمسة وثلاثين نقطة، ومنى 20 نقطة، وليلى 10 نقاط، وسالم نقطتين. إذا ضغطت على الإكس راح يردني مثل ما قلت لكم. لو أضغط الإعدادات وأقول أحذف المتسابقين، لو أشوف مرة ثانية على السهم الملتف أمسح كل المتسابقين. وشفتوا شلون جدا سهل، راح أضغط على الإكس. إذا أبي أعيد تسميته مثلا راح أضغط كذي، راح أكتب مثلا مثلا أكتب الحيوانات، أوكي مثل ما تشوفون تغير اسمه. مثلا أعدل على الأسئلة إذا أبي، مثلا هذه أقدر إذا أبي أحذفها طبعا راح أكتب نو ما أبي أحذف. ومثلا مثلا خل ما اسم هذا الحيوان، نقول ريموف هذا الصوت يس، نحذف مثلا الصوت في هذا. بالسؤال هذا مثلا راح أحذف الصورة يس، ما يصير الصورة لازم الصورة لا، راح أرد نضيفها تحديد مثلا. نغير بالسؤال مثلا تم، راح أقول سيف كوز الحين، سيف كوز، راح أرد مرة ثانية يقولي تصنيف لأن أنا غيرت، راح أقول له أنيمالز، وراح أقول بلاي كوز. لما نبدأ راح نشوف التغييرات اللي صارت بالأسئلة اللي غيرناها. تشوفون إن الأرنب انحذف عند المقطع الصوتي، وآخر شيء الذئب زدت علامتين استفهام، فالتغييرات كلها صارت. مثلا راح أكتب منى تم. تشوفون البرنامج جدا سهل وبسيط، أتمنى أنكم استفدتوا. طبعا آخر أيقونة راح تكون أيقونة التصنيفات للكوزات الموجودة، ممكن أني أختار أي تصنيف وأشوف الكوزات الموجودة. راح أرجع بالسهم
البرنامج جدا سهل وبسيط، وأتمنى أنكم استفدتوا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.